مرحبا فيكم بحلقة جديدة من زيالان، معاكم غيث. وفي حلقة اليوم رح نحكي عن 9 أفكار قنوات يوتيوب لفيديوهات ناجحة ومرغوبة جدا، وهالشي هاد بدون إظهار الوجه أو حتى الصوت في بعضه. خليكم معنا. والفكرة الأولى هي فيديوهات التقييمات أو الريفيو، يلي ممكن تحكوا فيها عن تجاربكم باستخدام منتجات معينة، ويمكن في مجال مخصص مثل التكنولوجيا أو أدوات منزلية أو حتى مواقع إلكترونية وألعاب، وكل هاد بدون عرض الوجه وإنما بمجرد التعليق على المنتج. والفكرة الثانية هي قنوات الطبخ، وهو ترند مرغوب خاصة يلي بيقدموا وصفات أكل من كوزين مميز، وفيها ممكن تقدموا عملية التحضير والطبخ بالكامل بدون إظهار الوجه. وفي كتير قنوات عربية ناجحة جدا من سيدات نشروا طبخاتهم المنزلية على اليوتيوب وعملوا مكاسب كبيرة من بيتهم، وأغلب السيدات المتواجدين على اليوتيوب بيتابعوا على الأقل قناتين ثلاثة من هالقنوات هاي. أما الفكرة الثالثة فهي الأشغال اليدوية والفنون. في كتير من الأشخاص عندهم حس إبداعي رائع وبيمتلكوا مهارات فنية مميزة، ممكن يقدموها ويشاركوها على اليوتيوب مع أشخاص بيشاركوهم نفس الاهتمام، مثل الرسوم وصناعة أشكال بالسيراميك وتنسيق الزهور والكروشيه، بالإضافة للمهارات المنزلية والتصليح اللي كمان يعتبر مهارة في كتير بيبحثوا عنها في اليوتيوب. والفكرة الرابعة هي قناة الألعاب أو الجيمينج، يلي هو ترند كبير مع سوق هائل جدا من المتابعين والمهتمين، وفيها البعض بيظهر الوجه، ولكن في كتير قنوات نجحت فقط بمجرد اظهار اللعبة مع التعليق الصوتي. والفكرة الخامسة هي القنوات التعليمية، يلي ممكن بفيديوهات توضيحية مثل تعليم الخياطة على سبيل المثال، مع التعليق اثناء تعليم الخياطة، او حتى اذا ما بدكم تحكوا بالفيديو فيكن تحطوا كلام فوق الفيديو لشرح الخطوات التعليمية بالتفصيل، بالإضافة لإمكانية استخدام البرزنتيشن سلايدز عن طريق برنامج الباوربوينت. والفكرة السادسة هي الأنيميشن فيديوز، يلي ممكن استخدام فيديو أنيميشن إذا عندكم القدرة والمهارة لتصميمها بإنشاء فيديوهات قد تكون تعليمية أو حتى مقاطع أفلام معبرة وقصيرة. والفكرة السابعة هي الموسيقى أو القنوات الصوتية، اللي هي إما عن طريق ألبوم أو عزف شخصي، أو حتى باستخدام موسيقى من مواقع بتقدم موسيقى بدون حقوق ملكية، مع إمكانية إضافة خلفيات لليوتيوب من مواقع بتقدم خلفيات فيديوهات مجاناً، مثل يلي عم تشوفوه هلأ يلي هي من موقع بيكسلز. والفكرة الثامنة هو البودكاست أو الإذاعة، يعني مجرد خلفية والناس بتسمع صوت، يلي فيك تستضيف فيها أشخاص أو تقرأ كتاب أو قصص أطفال قبل النوم، أو حتى مجرد تحكي عن مواضيع عامة مع الأصدقاء، لأنه في كتير من الناس بتحب يكون في عندها ونس في البيت وناس عم تحكي بتسمع لهم وكأنك قاعد معهم، بس بنفس الوقت إيمت ما بدك فينك تنسحب، يعني مو مثل ما يكون عندك ضيوف ولما ينضرب على عصبك ما فيك تقوم تقلع ضيوفك، وانما بكبسة زر بتوقف برنامج البودكاست وبتتابع الحديث بعدين. والفكرة التاسعة والأخيرة هي كيف تعمل أو how to videos، كيف هي من أكثر الكلمات بحثاً على اليوتيوب، لأنه في كتير من الناس بتروح على اليوتيوب لتشوف طريقة عمل شيء معين بالتفصيل، مثلاً كيف تعمل الصابون المنزلي، أو كيف تعمل عطر، أو حتى تصنيع الشمع، أو حتى الطبخ والتصليح. يعني بشكل عام معظم يلي حكينا فيه تحت قائمة كيف أعمل كذا أو كذا. وهلأ شو فكرة القناة يلي عجبتكم أكثر شيء؟ أرجو أنكم تشاركونا آراءكم بالتعليقات، وإذا استفدتم من حلقة اليوم أرجو أنكم ما تبخلوا علينا باللايك، ولا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة وتتابعونا بالحلقات الجاي، وتشتركوا بالقناة إذا بهمكم تضلوا على اطلاع عن كل شيء جديد ومفيد في عالم الانترنت والتسويق والتجارة الإلكترونية. شكرا مرة تانية لمتابعتكم، معاكم غيث، ومنشوفكم بحلقة جديدة من ديال ام بإذن الله. السلام عليكم.